سلمى، كثير من الصبايا يعني وخاصة انه نحن بفصل الصيف عم يتبعوا نظام غذائي او ما يسمى الرجيم، هذا الشيء ممكن يحرمهم من بعض الغذاء المهم لتقوية المناعة لفيروس كورونا. بعض الخبراء وجدوا هي العلاقة بين الرجيم وبين ضعف المناعة. يوم بدنا نعرف شو هو الرجيم فعلا الصحي اللي ما ممكن يأثر على طبعا ضعف جهاز المناعة، بالعكس انه ممكن يعتمد على نظام صحي غذائيا، مع اكيد هناء الغبرة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. الثواب الغبرة. الثواب الغبرة، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. بداية خلينا نحكي عن هي العلاقة، هل هي صحيحة؟ هل فعلا الجسم اللي بيخضع لنظام غذائي مثل الرجيم، وخصوصا في انواع من الرجيم بتكون قاسية، هل بيخسر خليني اقول العوامل الغذائية اللي هي بتكسبه المناعة؟ هلا بالبداية كل شيء صح نهايته صح، بالاخير اي شيء بلشنا فيه غلط كمان نهايته غلط. البرنامج الصحي المتوازن اللي بيقولوا بسموه انه ريجيم، انا بقول البرنامج الصحي المتوازن للجسم ابدا ما بينقص المناعه اطلاقا، بالعكس تماما بيزيد المناعه عنصر فوق عناصره. لكن الشيء اللي بيفوت بالغلط وبالبرامج القاسيه مثل عنصر واحد، برنامج العنصر الواحد، هذا هون بشكله هون اللي بتصير عندك اياها نقص بمخزون العناصر الاساسيه بالكبد، وتبلش بقى المناعه تتاثر مثل الشعر، مثل العضلات، مثل الاعصاب، مع اي مثل اي برنامج عندك اياه ناقص في عناصر معينه. وهون نحن بنقول التوازن بشيء اسمه اعطاء الشيء عمليه رفع الاستقلاب بالجسم، بنفس الوقت انا حافظ على عناصر الحرق، وبالعكس الانظمه اللي بترفع استقلاب الجسم هي انظمه بتحافظ على مناعه الجسم، لانه نحن بنستخدم الزنك وبنستخدم السيلينيوم لشيء اسمه عندك يا رفع حرق الماده الدهنيه بالجسم. نعم، يعني كثير هلا يمكن من الناس متجهه لتناول الفيتامين، يمكن اكثر مثل الزنك، فيتامين د حتى يقوي المناعه، مع انه عم يعملوا رجيم قاسي. في من انواع الرجيمات اللي هو الصيام المتقطع، الكيميائي، مثل ما قلتي الاعتماد على نوع واحد من الغذاء خلال اسبوع، هذا الشيء قديش شيء صحي منه؟ شو الشيء الصحي وقديه في منه شيء مضر مثل ما قلتي لانه بيقلل من استقلاب الجسم؟ هلا في شيء غير انه اساسا انه ريجيم شو هو نوعه، اذا اسبوع او اسبوع ونص او اسبوعين، في شيء اسمه متابعه الريجيمات المتتاليه هي اللي بتفقد الكبد المخزون العناصر هي. شيء ثاني، هلا كل العالم عم تعتمد على سفسفه الحبوب، الفيتامين سي كفواره كزنك حبوب والامور هي، على المدى البعيد بتكسل الامعاء من استقلاب المصادر الطبيعية. يعني نحن حلو كتير انه نحن نظبط هلا حبة زنك، نظبط فوارة، فيتامين سي، نلاقي شيء مصدر طبيعي للامور هي، لكن بعد كل شيء 5 ايام نترك هاي الحبوب يوم او يومين، يعني مثلا اسبوع استخدام يوم او يومين، مشان تصير الاثني عشر تاخذها من المصدر الطبيعي، ما تكسل كثير عنا على الحبوب. نحن عنا انه نعمل ريجيم قاسي وهالقصص هاي كلياتها، ونعوض بالمكملات الغذائيه، وهي من افشل الطرق اللي انا بقول عليها بهالامور هي. لكن انا وقت بكون عندي عم باخذ المكمل الغذائي وبخلي يومين جسمي يرتاح منه مشان انا اخذه من المصدر الطبيعي شيء رائع، ويوم انا برتاح منه بعوض بالمصادر الطبيعيه مثل قرن الفليفله، مثل اللوز، الامور هي المأكولات البحريه. هلا الاهم شيء هلا حاليا الهلع الشائع هلا العصر، فيروس العصر اللي هو عندي اياها هلا بالنسبه لنا الكورونا، ما قصيت انه الانسان ما كمان يوهم حاله انه هو صار باي حاله نقص مثلا قريب او اي شيء انه انا انصبت، كمان هي رسائل الوهم تبع الجسم بتضاعف الجسم وكمان بتضرب الانظمه تبع الحرق. لذلك انا كمان بقول انه الانسان الوزن متوازن كتير عندي مناعته رائعة، الإنسان اللي عنده نسبة دهون عالية على منطقة بطنه وهي احتمال تعرضه لشيء اسمه الأعراض السلبية للكورونا بالجهاز الهضمي أعلى، الناس اللي عندها مشاكل كولون عصبي كمان تعرضها لمناعة الكولون بهذا الفيروس بهاجمها، هذا الفيروس أشيع عنا كأنه بهاجم جهاز تنفسي بمعظم حالاته، لكن هو بهاجم أي نقطة ضعف بالجسم، إن كانت نقطة الضعف كبدية فبتلاقي تأثيرات جلدية على الجسم، إن كانت نقطة الضعف عندك يا مفصلية
عضلية بتلاقي تأثير على مفاصل والعضلات تبع الجسم، إن كانت هضمية بتلاقي إنه نقطة الضعف هاجمة. لكن الإنسان كل واحد بيعرف عنده المرض اللي هو بيهاجمه على المدى الأبعد، قريب وين بيضرب عنده، لذلك لازم يقوي هاي المنطقة هاي، وبنظامه الغذائي وبتنزيل وزنه وهالأمور هاي لازم يكون هالأعضاء محاطة بمادة دهنية متوازنة. هاي أهم شيء، يعني نحن مو نحن ضد الريجيمات بهيك فترة، نحن ضد الريجيمات الغلط بهيك فترة، مثلا مثل ريجيم التمر والحليب اللي بيعتمد على عنصر واحد، هذا بينقص المناعة جدا، وهذا مع انه التمر غني بكثير بعناصر غذائية، لكن وقت استمراره على الفترة الطويلة بتلاقي فشل حتى بتنقيص الوزن، وفشل حتى اني انا اعطي عناصر مهمة جدا لدماغي ولجهاز المناعي، لانه هذا بعد ما نوقفه يومين سندويشة جبنة ممكن انا اخسر كل شيء اللي انا فقدته فيه بهذا النظام. الأنظمة اللي بتعتمد على الماء على حلق على حلة، هلا القصص هي كلياتها مو وقتها هلا، لانه نحن بدنا نحاول انه يكون جهازنا المناعي عنديها بقمه شغله. حتى بنقول نحن في ناس بتكون عندها امراض مناعيه، يعني هي بتاخذ مثبطات مناعه، هلا الناس اللي عندها ربو، يعني الناس اللي عندها مشاكل بالتليف العضلي، الناس اللي عندها تصلب لويحي، الناس اللي عندها مشاكل هي كلها بتاخذ ناس مثبطات مناعه، بدها تتفق هي وطبيبه انه شلون بدها تعمل تقويه المناعه. تثبيت المناعه لازم يكون بطريقه ما تنزل المناعه بشكل كثير عالي بهيك فترات. فهالامور هي كلياتها ما دام الانسان صار في وعي عنده عليها ما بيفوت بهالريجيمات القاسيه المجحفه او بهالانظمه اللي هي هلا حاليا ابدا مو وقتها، لانه نحن بدنا شيء متوازن للكبد حتى يعمل مناعه سليمه. يعني دكتورة حكيتي عن فكرة كتير مهمة، إنه في بعض الأشخاص بيتبعوا يمكن أنظمة غذائية ممكن تكون جيدة، ولكن استمرار النظام الغذائي بفترة طويلة كمان بيضعف الجسم. خلينا نحكي عن الفترة المحددة، يعني أنا اليوم مثلا عم بعمل ريجيم هو صحي ومدروس ومع طبيب أخصائي، كل قد إيه لازم آخذ راحة لجسمي؟ وهي حتى الراحة كمان لازم تكون مدروسة لحتى ما روح الجهد وبنفس الوقت اتهيأ للعودة مرة تانية للريجيم. حلو هالسؤال، لانه هلا الفكره الاساسيه نحن عندنا يا كل 6 ايام نعمل يوم بريك بهذا النظام المتوازن. النقطه الثانيه بيحسب قديش خسر من الوزن، لانه فيتامين د يتراكم بالخلايا الدهنيه، وقت بيخسر عندي خلال فتره شهر بين 9 ل 10 كيلو حتما ناقص منسوب فيتامين د، حتى لو كان عم يتناول المكمل الغذائي، لانه نحن ممكن نسفسف حبوب فيتامين د كثير، لكن ما بيتحول هالفيتامين من دي 2 لدي 3. تفعيل فيتامين د بالجسم هو الاهم، اللي هو مسؤوليه الغده الدرقيه، أشعة الشمس، الأمور هي كلياتها. هي النقطة نحن بنغفل عليها، نحن بناخذ مكملات غذائية ممكن تجهد الكبد، لكن بنفس الوقت ما بنعرف شلون هي آلية عملها جوا. النقطة الثانية اللي أنا بقول عليها، إذا خسر الإنسان أكثر من 5 كيلو جرام بأي فترة معينة، لازم يعطي فترة لمعينة لعضلاته لتشد على هالوزن، لذلك لازم يكون عندي مثل ما بنقول عطلة انتصافية بين هالتنزيلات هي. هي القصة هي بتعمل كثير توازن ليرجع الكبد يرجع شو نقصه بالنظام الغذائي. الشيء الثالث اللي هو اللي بيهمني الاهم، انه اليوم البريك عندي اياها انه بالفعل ما بدي اياه يخسر شيء اللي انا نزلته، وبنفس الوزن يرجع لي شو جسمي طلب. فنحن ما بدنا نقول انه بدنا نقول باليوم، نقول بالانظمه الغذائيه القواعد بدها تتبع بس بكميات مفتوحه، يعني اكلنا اللي بنحطه كمياته مفتوحه، لكن بيوم الفري نحن بنقول كميات محدده بالانواع اللي بيحطها هو الشخص، لانه بيكون جسمه مثلا طلب نوع من معين من الاكل، نوع من هالقصص هي بيكون ناقصه عنده اياها والكبد لحاله بيوجهه لها. فنحن بنقول بيوم البريك لازم يكون كميات محدده بس انواع ما لا محدده، بالنظام نحن بنحدد النوع بس نفتح الكميه. هي القصص هي كلياتها بتعمل توازن بالجسم، خسرنا 5 كيلو بنريح شوي بنروح بنحاول على الحركه والعضلات وشد العضلات والاكل اللي بيبني العضلات، لانه مع نزول الوزن بشكل عندي اياها اعلى من 5 6 كيلو بتخسر العضلات قسم من قيمتها، لذلك بنروح باليوم البريك على الاغذيه اللي بتبني العضلات، وهالامور هي كلياتها صار فيها توازن مع متابعه بتلاقي الجسم عدى وبالعكس مناعته صارت احسن وافضل. نعم دكتوره، خلينا نحكي على الشيء الشائع هلا بين الصبايا والشباب هو الصيام المتقطع، هل هذا النظام صحي بخفف المناعه شيء؟ وخلينا نحكي طيب انه في شويه يعني كمان بدائل ممكن الناس تاخذها بظل الغلاء اللي عم نعيشه، يعني شفتي هلا مثلا في ناس كانت تاكل سفن الدجاج هلا ما عاد فيها عم تاكله، او التون او ما عاد فيها عم تاكله وعم تتجه على الخضره اكثر، شو البدائل حتى تعوض البروتين كمان بالجسم؟ بالضبط.
هلا البدائل اللي بيهمنا امرها بهالفتره الصيام المتقطع انا بلاقيه بالعكس بيرفع المناعه. ليه؟ لانه تجويع الخلايا خلايا الجسم بتخلي الخليه تطلع على كل شيء في عندها سموم قديمه، ترجع اعاده تدويرها وتلقيها برات الجسم. انا بلاقي الصيام المتقطع يرفع المناعه ولا يذهب المناعة. أنا بلاقي النقرشة والوجبات المتكررة هي فاشلة بتنزيل الوزن، والأنظمة اللي بتعتمد على الكالوري فاشلة جدا بتنزيل الوزن، والإنسان بحيث يكون مرتاح بالوجبة اللي عم يأكلها لكن ما يساوي لي عدة وجبات كل شوي شوي سناكات. أنا من الناس من أخصائيين تغذية اللي برفض السناكات كتير بين الوجبات. هلأ مو كل الناس بتتحمل هذا الموضوع، خاصة الطلاب اللي عم تدرس، خاصة الأمور هاي كلها، لكن إذا إجت للواقع لفعالية تنزيل الوزن ولرفع المناعة الصيام المتقطع هو رائع. نجي لنقطة الثانية، البدائل. البدائل تبع البروتينات، نحن بنعرف البروتينات قديش فعال بتنزيل الوزن وبتشبع وبتعطيني فترة مدى أبعد للشبع. اللي بيهمني أمره هلأ حاليا البيض. البيض رائع جدا لتنزيل الوزن وبيعطي قيم معينة جدا، ومنها السيلينيوم ومنها مادة الزنك، بتعطيك فترة مثل ما بيقولوا معينة جوع مرة تانية. ونقطة تانية غذاء للدماغ وللعصب، وغير هيك إنها بترفع المناعة. البديل اللي بيهمني أمره كمان هو الخس. الخس رائع جدا بعملية تنزيل الوزن، وخاصة هو غني بمادة الزنك، وخاصة الأرمة، وخاصة كمان إذا في ناس بيحبوا يطولوا ولادة كتير رائع بعملية تنزيل الوزن، وبيعطي امتلاء وهو كتير كتير قليل الكالوري، وبالنسبة لنا بس بدنا عملية تنظيفة تكون شي صح. أنا كتير بشجع اللبة تبع الخس. اللبة تبع الخس بتكون أنظف، بتكون عندها غنية بمواد معينة غير اليخضور والكلوروفيل اللي موجود بالورقة الخضراء. مو يعني إنه نحن نكب الورقة الخضراء إطلاقا لا، لكن هي مريحة للكولون أكثر وأنظف لحاليا بهالفترات هاي. الشيء اللي بيهمني أمره كمان هلأ اللي بيهمني الزيت والزعتر. الزيت والزعتر رائعين جدا كبدائل لتنزيل الوزن ولإعطاء كمان شبع. وحتى أنا بقول إذا إنسان بيحب عواض ما ينقرش موالح أو بزورات أو هيك يحط ويسف الزعتر. الزعتر مادة رائعة لرفع الحرق. يعني معلومات كتير مهمة، بنتمنى للكل الصحة والعافية، وطبعا عم نقدم إرشادات قد ما بنقدر مع الدكاترة والاختصاصيين. شكرا لوجودك معنا دكتورة ثواب الغبرة، أهلا وسهلا فيكي مرة تانية، شكرا على المعلومات، نتمنى لك الصحة كمان إليك ولعائلتك. شكرا ولكم كمان، 100 أهلا وسهلا. شكرا إليك.